نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ترعى معرض الميلاد لجمعية جان العطاء الخيرية الاجتماعية في قصر اليونسكو. رعت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى صلح حميدة عشية عيدي الميلاد ورأس السنة معرض الميلاد لجمعية جان العطاء الخيرية الاجتماعية والتي تعنى بشؤون العائلة والمرأة في قصر اليونسكو في بيروت، حيث كان في استقبالها رئيسة الجمعية سيدة ريتا اسكندر حداد بحضور عدد من سيدات المجتمع وممثلي جمعيات أهلية واجتماعية. وقد جالت الوزيرة الصلح على كافة أقسام المعرض وحيات الجهود التي بذلها المشاركون في هذا المعرض الميلادي الذي تضمن أعمالا يدوية وحرفية ومجموعة لوحات قام برسمها أطفال سيدات الجمعية. أنا أصريت أن يكون بلا خطاب اليوم، لأنه أولا بدي أرتاح نهار السبت من الخطابات تبع الجمعة كلها. شكرا لاختياركم إلي راعي هذا المعرض بجمعية جان العطاء الخيرية الاجتماعية. بدي شجع كل جمعية، لأنه الجمعيات كتير بيقولوا عليها بلبنان بس فعلا ضرورية، لأنها هي اللي بتهتم بالمواطن الفقير، المواطن المريض والمواطن اليتيم، وهذه شغلة أساسية. فبدي أتمنى على الدولة إن هي بذاتها بطل دولة وتعمل جمعية خيرية تهتم أهم شيء بالمواطن الناقم اللي نائم على أدائها والنائم على كل الإصلاحات الاجتماعية اللي ما عم بتصير. فشكراً لكم مرة تانية وبدعي لكم بالتوفيق الدائم. وكانت لقطات تذكارية مع الوزيرة الصلح.